تقولين في بعض الأحيان عندما تمر على سورة التوبة، والأصل أن سورة التوبة لا تفتتح بالبسملة وإنما بالاستعاذة، لأنها هي الآية التي فيها مفاصلة مع الكفار الذين آذوا الله ورسوله، فجاء الوقت من أجل المفاصلة معهم، فبدأت السورة يعني بدون بسملة. فأنت يعني تقولين أنك يعني حتى بعض العلماء قال إنها آية إلى آخره، خلي ما أدخل في التفاصيل. فأنت في بعض المرات تبسملين سهوا، لا بأس إذا بسملت من غير قصد وإنما تعودت في بداية كل سورة أن تقولي بسم الله ونسيت، فلا شيء عليك، بارك الله فيك، غفر لأمتي الخطأ والنسيان، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فلا شيء عليك يا أم علي.